البرنامج الجاري العمل به احنا حاليا بعد ما انتهت بعد انتهاء فترة الطعون ل 1054 سكن ستشرع لجنة الدائرة في دراسة 2053 حصة تاع 2053 سكن. هذه اللي المفروض تكون هذه السنة ان شاء الله، نحاول قدر الامكان انها تكون في شهر جويليا بالنسبة للاحتفالات في 5 جويليا، او ان شاء الله على اقصى تقدير تكون في اول نوفمبر، ولكن سيشرع مباشرة بعد الانتهاء منها من فترة الطعون في دراسة 2054 سكن 53 سكن. فيها ايضا برنامج جديد تحصلنا عليه تاع عدل تاع 1200 سكن، هذا الموجه للولاية، ولو انه الموقع تاعو راح يكون في العنبة في تبسة، ولكن سيجيء استجابة لكل طلبات مواطني كل بلديات الولاية ان شاء الله.